نعم، احنا لسنا بحاجة إلى أقوال الناس، يكفينا الكتاب والسنة، لكن يوجد ناس يتعلقون بأقوال العلماء وأقوال الأئمة، يتعلقون به، فنحن نبين لهم أن هؤلاء الذين تقتدون بهم يخالفونكم، يخالفونكم فيما تقولون، فلماذا تأخذون أقوالهم في جانب وتتركون الجانب الآخر الذي لا يوافق أهواءكم؟ نعم. أما أنه يجي واحد بدائي أو متعالم ويقول أنا بتدبر القرآن وبفسر القرآن من عندي، ولا أنا بحاجة إلى تفسير العلماء وتفسير السلف، هم رجال ونحن رجال، فهذا ضلال والعياذ بالله، وهذا تخطي للأمة ولعلماء الأمة ومخالفة لإجماع الأمة. يجي واحد يقول أنا أخذ من القرآن والسنة رأسا ولا علي من كلام فلان وكلام علان، وهو ما عنده من العلم ولا ما يزن خرده، غاية ما هو أنه يتهجى الحروف، فهي مصيبة، ذي مبتلين بها الآن. نعم.